معالي الدكتور سيد عيسى رئيس قطاع الكوره، وصديقنا العزيز والفعل الحسن لنا دائما التميمه بتاعتنا الدكتور سيد عيسى. ربنا يخليك كابتن عبد الناصر، انا بمسي على حضرتك وعلى الساده المشاهدين جميعا، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله كده تبقى ايامنا كلها سعاده ان شاء الله باذن الله. يعني اعتقد يعني بص يعني التكليف ما فيهوش فصال. يعني قال لك ايه دايما سيدي عيسى عايزين نصعد سيدي. انت حضرتك كنت موجود معانا في اللقاء اللي كان مع سياده الفريق. كنت مشرفنا، وكان اللي هو حسام والدكتور محمد حسين والمهندس عرفه، يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله مع بعض كده ونبقى قد التكليف اللي سياده الفريق كلفنا بيه، ونرجع نادي السكه الحديد سابق عهده، والرجوع للدوري الممتاز مره اخرى. من انت عارف نادي السكه الحديد من اقدم الانديه في الشرق الاوسط، اول نادي في مصر وافريقيا والعرب على الاطلاق. بالظبط، هو بعيد جدا عن الدوري الممتاز، داخل 33 سنه من سنه 91 92، هو ما لعبش في الدوري الممتاز، فنتمنى ان شاء الله نبقى عنده حسن نظام سياده الفريق، وربنا يقدرنا ويوفقنا ان احنا نحقق امنيه كبيره جدا جدا للعاملين في سكة حديد مصر، ونعمل حاجه للفرقه السنه دي ان شاء الله باذن الله. يعني الاستاذ مصطفى جويلي عايز يتكلم معاك، ولكن ساتطفل انا واقول لك عملت ايه في الجهاز الفني، وهل لك ان تعلن عليه كله النهارده ولا امتى؟ اتفضل يا استاذ مصطفى. ما انت بقى بتحرقني كده. طبعا ده شخصيه بمثل على حضرتك، انا ما اعرفش مين اللي الاستاذ مصطفى جويلي والاستاذ الفولي والاستاذ الشرقاوي. بمس عليهم جميعا استاذ مصطفى صديقنا العزيز. انا حضرتك من الشخصيات المحترمه جدا بجد، ربنا يخليك جدا. يعني انا طبعا كان ليا الشرف ان احنا اتقابلنا وسافرنا مع بعض طنطا وكده، وكان يوم جميل والله ان انا قابلت حضرتك في اليوم ده. الله يخليك يا فندم، حضرتك من الشخصيات المحترمه واللي انا بتشرف ان انا تعرفت عليها بجد يعني، وانا حاسس طبعا حضرتك طموحاتك وافكارك ان شاء الله باذن الله السكه الحديد يرجع تاني للدوري الممتاز باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بس يا ريت تجاوب على السؤال بقى بتاع الاستاذ عبد الناصر. والله بص احنا طبعا مسات الفريق كلفنا، والاستاذ عبد الناصر كان حاضر اللقاء ده، يعني ادانا كل الصلاحيات، يعني وانا قاعد كده قال لي سيد انت كل الصلاحيات معاك، تمشي لعيبه، تجيب لعيبه، المدير الفني تبشر ليك كل الصلاحيات في سبيل احنا عندنا هدف واحد ان احنا نصعد الدوري الممتاز، فان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا ونبقى على قد التكليف ده ونعمل حاجه كويسه من بعد التكليف او من قبل التكليف بحوالي يعني فتره طويله شهرين ثلاثه. كان سبت فريق اللي كنا بندرس برضه ومتابع الفرقه، ورحت حضرت ثلاث اربع ماتشات في السيزون اللي فات، وخدنا قرار يعني ان احنا السنه دي ان شاء الله يبقى مسؤولين عن الفرقه. ف يعني القرار مش دي مثلا احنا قعدنا من ثلاث اربع ايام فجبنا مدير فني، لا احنا كنا بندرس الموضوع ده من ثلاث اربع اشهر. فطبعا كان في كذا سوي قدامنا كذا مدرب، كلهم مدربين كبار ومدربين محترمين وخبرات كبيره جدا جدا، ولكن ربنا يعني وقع الاختيار على رضا شحاته طبعا لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدير فني الجونه والمحله والداخليه، مدير فني كبير ربنا يوفقه ان شاء الله. هتعلن الاعلان عنه امتى يا دكتور سيد؟ ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا كده هو خلاص ما نعلن يا دكتور سيد يعني. أو ما في هو هيبقى في اعلان رسمي طبعا، لكن احنا انا ممكن اقول لك يعني خلينا نقول الكابتن رضا شحاته مديرا فنيا للسكه الحديد. رضا شحاته معاه ابو المجد مصطفى بالظبط، ومعاهم احمد عرفه، ومعاهم هيثم، ومعاهم محمد نجيب، ده الجهاز الفني، وهو هيخليك مدرب حراس مرمى. فربنا يكرم ان شاء الله. لسه الجهاز الاداري بس فيه شويه كده يعني لسه ما استقرناش عليه، ثم نستقر عليه هنعلن الجهاز الكامل، الجهاز الفني والاداري والطبي. لكن الى حد ما احنا اللي كان يهمنا الاول نخلص الجهاز الفني بقياده الكابتن رضا شحاته، واتفقنا معاه على كل حاجه بصراحه. ويعني خلي بالك بننفرد باول صوره اهو، الفريق الكوماندوز مع الفريق كامل اهو.
يعني على الهواء اول اهو اول مره تطلع الصوره دي مفاجاه عاملها لك. الصوره دي طلعت على طول على الهواء كده؟ ده احنا متحفظين عليها. لا ما متحفظين عليها بس ما ينفعك، ما لازم يبقى في صفقه معاك اهو فريق الكوماندوز. ربنا يكرمنا جميعا يا رب. وانا بشكرك كابتن عبد الناصر طبعا، تخليك دور جامد جدا جدا في الفتره اللي فاتت معانا ومع نادي السكه، وكنت من احد الاسباب الرئيسيه في وجود مستثمر لنادي السكه الحديد، وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله. وانا بعلن على الهواء ان احنا نتشرف ان الكابتن عبد الناصر يبقى المستشار الاعلامي لنادي السكه الحديد، ويبقى معانا في منظومه اعلاميه، يعمل لنا منظومه اعلاميه قويه، بحيث برضه يبقى نبدا بدايه من اول السنه في كل الاتجاهات، من الناحيه الاعلاميه، من ناحيه ان شاء الله اداريه، من ناحيه لاعبين ان شاء الله. عندنا يعني موجود معانا 20 لاعب دلوقتي على اعلى مستوى، هنشوف الكابتن رضا هيشوفه ان شاء الله، وهيشوف احتياجاته ايه. انا قعدت معاه واتفقنا على كل شيء، وكنت سعيد جدا جدا جدا. هقول لك على سر يا استاذ عبد الناصر. اتفضل. رضا شحاته صديقي قبل ما يكون مدير فني، فبياخد رايي في حاجات كتيره جدا. فخلال السنه اللي فاتت دي بعد ما ساب الجونه وساب المحله والداخليه، كان بيقول عروض كتير جدا من الدرجه الثانيه ودوري محترفين. تمام. فيجي يقول لي ايه رايك يا دكتور سيد عامل، اقول له لا، انت دربت في دوري الممتاز مدير فني، خلاص ما خليك في الدوري الممتاز. فانا لما قلت السكه فقعدت افكر، ده انا اللي قاعد اقول له لا 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 لا، لسه انا بيقول له لا. كل ما يقول لي جالي نجله، جالي اتصالات، جالي كذا، فلان بيكلمني، ولا اقول له لا لا لا، انت مدوي رضا، انت دوري ممتاز خلاص، انت صنفت دوري ممتاز، ما تفكرش في ده، حتى لو هتقعد سنه ما اشتغلتش دي مش مشكله. فانا قلت طب انا اعمل ايه؟ ده انا اللي قاعد اقول له لا لا لا. انت بتحجزه بقى. طبق. بتحجزه. الاستاذ مصطفى كبير بيقول لك انت كنت بتحجزه بقى، بقول له ربك ربك لما يريد. فلما كلمت رضا قال لي بدون تردد، بصراحه يعني قال لي بدون تردد، طالما معاك هشتغل لو درجه رابعه. يعني هيبقى معايا مع سياده الفريق وتردد، انا عارف ان انت تمام ظهري، وعارف ان انت هتوفروا لي الامكانيات اللي تنجحنا. صح. وعملت معاه بقى يا كابتن عبد الناصر اتفاق، يعني طمني اكتر، بس مش هنقول الاتفاق دلوقتي. لا هنعلنه في المؤتمر الصحفي ان شاء الله. طمني اكتر ان شاء الله هننجح، وان شاء الله رضا هينجح بالجهاز الفني اللي معاه وباللاعبين اللي هيختارهم، وربنا ان شاء الله يوفقنا ان شاء الله يا عبد الناصر، وتبقى السنه دي سنه صعود، لان انا كنت اتمنى في السنه في التجربه الاولى اللي هي معناها السكه ان احنا نصعد، لكن ما حصلش نصيب. انت كان معانا منافسه شديده جدا جدا ان شاء الله مع عشيرنا، وعارف الظروف اللي احنا مرينا بيها، ولكن الحمد لله نتعود السنه دي ان شاء الله باذن الله. اخيرا عايز اقول لك كل سنه وانت طيب لعمر، النهارده عيد ميلاده قبل ما اقفل معاه. ربنا يخليه، كنت طيب. بص انا نشر له الصوره هديه مني ليه، وكل سنه وانت طيب يا عمر. وحضرتك طيب يا استاذ عبد الناصر، ما تحرمش منك ذوقك، يعني دايما بتفتكرنا في المناسبات. لا لا انت سباق يا دكتور، وان شاء الله تبقى سنه خير يا رب عليك وعلى اسرتك وعلينا وعلى كل جمهور السكه الحديد، وربنا يكرمنا وننفذ كل اللي طلبوا مننا سياده الفريق كامل على افضل ما يكون ان شاء الله. وكل سنه وانت طيب يا عمر. وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا.